تتابعون الآن برنامج صحة وسعادة. للمشاركة في البرنامج يرجى الاتصال على الرقم 600-55-1414 أو عبر الرسائل النصية القصيرة SMS 4006. صحة وسعادة. يا صباح الورد يا صباح الجمال. أو شيء نسينا نسلم عليكم من وناستنا نحن في الإذاعة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صبحكم الله بالخير في هذا اليوم الجميل, يوم الثلاثاء الجميل. يوم الثلاثاء يوم جميل, ليش؟ لأنه بعيد عن زحمة الأحد وعن ربشة الخميس. حتى الدوام يكون رايق, الشوارع تكون رايقة يوم الثلاثاء, سبحان الله. فنصبح عليكم الخير في هذا اليوم الجميل من خلال برنامجكم, برنامج صحة وسعادة. هذا البرنامج اللي تقدمه لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع إذاعتنا المتميزة إذاعة نور دبي. هذه محدثتكم دكتورة هند الملا, بكون معاكم إن شاء الله على مدى تقريبا ساعة على الهواء, ندردش فيها, ناخذ فيها ملاحظاتكم, اقتراحاتكم, آراءكم, أي شيء تحسونه ممكن يطور من النظام الصحي في دبي بشكل خاص وفي الإمارات بشكل عام. عندكم رسالة شكر حابين توجهونها, توجهتوا لأي من مراكز الخدمة, المستشفيات, المراكز التخصصية, وشفتوا شيء يستحق الشكر أو شيء ممكن يتحسن أو يتطور بملاحظة, برأي, كل هذا شاركونا فيه, عشان في النهاية هذا برنامج, برنامجكم, والخدمات اللي تقدم من هيئة الصحة هي لكم. ترى دائما أنا أكرر وأقول إن نحن مراكز خدمية, بمعنى نحن في خدمة المتعاملين, ودائما نطمح إن تكون خدماتنا الأفضل, وما في خدمة تستوي أفضل برأي مدير أو رأي موظف. دائما الخدمات تتحسن برأي المتعامل, لأن أنتوا تشوفون دائما الخدمات من الناحية, من الزاوية الأخرى. كل خدمة نقدمها لا تكونها وجهتها نظر, وجهتنا نحن كموظفين ومش نظركم أنتم كمتعاملين. دائما صوت المتعامل طبعا مهم عندنا, ونحب نسمعكم ونحب تواصلكم معنا. ما في شيء أكثر ملل من مذيع يتم يسولف ساعة على الهواء, لكن البرنامج يكون في إثراء أكثر, في فايدة أكثر لما أنتم تتواصلون معنا. فنذكركم أرقام التواصل 600-55-1414 والرسائل النصية على 4006. هذه أرقامنا وهذه أرقام رسائلنا, فتواصلوا معنا, نترياكم خلال هذه الساعة الإذاعية. مثل ما تعودتوا دائما, أول شيء رحب بالطاقة الموجود معي في الإخراج يوم أيمن سرحيل. والله يا أيمن من زمان عنك, والله نور البرنامج. وليهون عيسى سبيل كان معي, ما شاء الله عيسى يعطي ألف عافية. معي اليوم في التنسيق نجاة, يعطيك العافية يا نجاة. الحين نروح للدراسة. الدراسة اليوم ماشية مع المزاج العالي. شو تقول الدراسة؟ ابتكر المهندسون اليابانيون جهازا جديدا يمكنه التحكم في مزاج الأشخاص, ويساعد على الاسترخاء والتمتع بنسبة عالية من الراحة. يشبه الجهاز المبتكر مشغل الاسطوانات الموسيقية, ويمكنه عرض الصور وتشغيل الموسيقى في آن واحد وإنتاج روائح منعشة. يعني ثلاثة في واحد, عرض صور, يشغل موسيقى, ويطلع أيضا روائح منعشة. صنع هيكل الجهاز من الخشب, ويضم أيضا أنابيب تطلق روائح ذكية. ويقدم الجهاز وسيقدم الجهاز لأول مرة في معرض سيس إيجيا 2019 الذي تحتضنه مدينة شانغهاي اليوم وغدا, يعني 11 و12 يونيو. وسيتم طرح الجهاز في الأسواق وفقا للمصممين في أواخر عام 2019 وبداية عام 2020. طبعا جميل يكون في جهاز يعدل المزاج, يحسن مزاج بعض الناس, خصوصا بعض الناس اللي ينشون الصبح مزاجهم مو عالي. في كثير من الناس نعرفهم ينشون الصبح مزاجهم ما حد يروم يقرب منهم. أتوقع ممكن يستفيدون من خدمات هذا الجهاز, لكن من وجهة نظري أنا الخاصة أتوقع أن أنا دائما أحب أؤمن أن مزاجنا في إيدنا. يعني أنا أحدد كيف رح يكون مزاجي صباحا. أنا استغرب كثير من الناس اللي تنش من الصبح تتضارب مع أي حد ومعصبة وما لها مزاج وما حد يكلمني. بقول لكم من ناحية
الطبية، يعني ليش هذا الشيء مو بزين، وبقولكم من الناحية الروحانية ممكن نسميه، أو من وجهة نظري أنا أتوقع هذا للناس اللي يشون الصبح وما لهم مزاج، وكله تلاقون مو بس ما لهم مزاج، تحسون بس يبغوا يضاربون ما عندهم أقولت ما عندهم أخلاق وايد، يعني لازم يقولك لازم أعطوني ساعتين بعد ما أنش من النوم بعدين أروم أتكلم معاكم أو ترومون تتفاهمون معي. طبعا الناس يكونون جدا جدا صعبين. هذا النوع من الناس أنا أفهم إنه في ناس الصبح ما يناسبهم، في ناس ما يعتبرون الناس صباحيين وما يناسبهم نشاط الصبح، لكن مع وجود الدوامات والمدارس والارتباطات الثانية الإنسان ينجبر إنه يصحى صباحا. فشو ممكن نسوي عشان نحسن مزاجنا صباحا او في اي حاله كانت، سواء كان خلال الصباح او خلال اليوم؟ اظن ان لو احنا قبل ما نروح للنوم نبتعد عن الافكار السلبيه اللي تضايقنا. انا عارف ان وايد من قبل ما نصير احنا عسرين بننام نفكر اليوم في دوامي شو استوالي، اليوم هذا رايلي شو قال لي، اليوم عيالي كسروا ما ادري شو، اليوم اختي سوت لي ما ادري شو، نتذكر كل الأشياء اللي تنكد علينا وإحنا عسرين بنرقد. عقب نقول ليش الشعب عنده أرق، طبيعي يعني نخلي كل الأفكار السلبية. ليش؟ لأن طول النهار طبعا مشغولين، يوم بني بننام حي وقت الراحة والاسترخاء نتذكر كل المواقف اللي تنغصنا. أوه طرشت أنا إيميل، والله هذا المدير ما رد عليه، والله أنا مقدمة ترقية ما دي بيعطوني ولا ما بيعطوني. هذه الأفكار كلها تتلبسنا حزة النوم. فشي يستوي طبعا يا جماعة، أول شيء يصيبكم أرق، ثاني شيء حتى لو نمتوا هذه الأفكار تسوي ارتفاع في ضغط الدم. إحنا لما نفكر في أفكار توترية أو تسبب إزعاج يرتفع لنا ضغط الدم، وإحنا مفروض نصير ننام ويبدأ ضغطنا ينزل قليلا عشان الاسترخاء يستوي في الجسم. لكن لما تفكرون بهالأفكار قبل النوم يرتفع عندكم ضغط الدم. فتخيلوا لو أنتم من الناس اللي يوميا هذه أفكاركم قبل النوم، وفي ناس وايدين ومتأكدة كثير من الناس اللي يسمعوني يشوفون أن هذه عبارة عن صورتهم قبل النوم، كل الأشياء اللي مو زينة سويت لهم خلال اليوم يذكرون حزة النوم، لأن يستوي هدوء وحين يبغوا ينامون ما يعرفون شو يفكرون، فتيوم الأفكار السلبية. تكرار ارتفاع ضغط الدم هذا لا سمح الله ممكن يسبب لكم جلطات أثناء النوم، ممكن يسبب لكم ارتفاع ضغط الدم المرضي يحتاج له بعدين علاج. وكثير من الناس يقولك والله نظامي صحي وحياتي صحية، ما ننتبه لأهمية الأفكار. ترى يا جماعة صحتنا عبارة عن دمج بين صحتين، الصحة البدنية والصحة النفسية. صحتنا النفسية مو بس معناه أن أنا مثلا عقلي سليم وأن أنا ما عندي مثلا مشاكل نفسية مثل الاكتئاب وغيرها، حتى الأفكار السلبية اللي إحنا نخليها نسمح لها أنها تتملكنا في لحظات أو قبل النوم أو غيرها، هذه كلها جسمنا يترجمها فيزيائيا. يعني الأفكار ما تكون فيزيائية، يكون يعني أشياء غير ملموسة، الجسم يترجمها إلى أشياء فيزيائية. هرمون التوتر يتم يفرز في الجسم، ضغط الدم عندكم يرتفع، احتمال الانسولين ايضا يزيد في الجسم، الكبد يتم يشتغل اكثر من العاده، فهذه كلها تاثر علينا. انا اقول هالكلام اني انا اشوف امثله حتى من مرضى يجون العياده، حتى من امثله حوالينا من عائلتنا واصدقائنا. نمط الحياه الحالي يخلي الانسان دائما يفكر، دائما مخه مشغول. فالافضل لما نروح للنوم خلوا عنكم الافكار السلبيه. ترى الاستوى سيء خلال اليوم خلاص، مثل يقول ارموه خلاص لا تفكرون فيه، فكروا دائما بالشيء الحلو، شيء حلو بتسوونه باكر. صدقوني تنشون الصبح تحسون مزاجكم متحسن على الاقل 60%، لان انتم نمتوا بمزاج عالي وايد ياثر. لما تناموا انت بمزاج متعكر قليلا تنشي الصبح انت مزاجك ما يكون مزاجك زين، ويكمل يومك على هالطريقة. فتخيلوا أنت وانت نايم في الليل مزاجك مو بعدل وضغطك بدأ يرتفع، ونشيت الصبح كملت على نفس المنوال وضغطك كتم عالي، فهذا كله تأثيرات على الجسم، يأثر عندكم على الكلى وعلى العيون وعلى أعضاء الجسم الأخرى. فلا نهمل تأثير الأفكار. هذا الجهاز إذا نزل تبون تشترونه جربوا، لكن أريد أقول لكم أنتم مزاجكم في أيديكم، نحن نحدد كيف سيتوجه مزاجنا خلال اليوم. ودائما نفكر على الأشياء التي ممكن تحسن مزاجنا، عشان كمزاج، عشان تحسن صحتنا. مزاجنا عبارة عن أفكار تتملكنا تؤثر على صحتنا الجسدية. بعدين ناس وايد تقول ليش وايد منتشر الضغط والسكر، لأن نحن نترك نفسنا هذه الأفكار تتملكنا وجسمنا يترجمها حرفيا إلى شيء فيزيائي يأثر علينا ويخلينا ممكن عرضة لإصابة بالأمراض أكثر من الجيل اللي قبل. جيل اللي قبل ما شاء الله كانوا وايد ما نقول هادين، كانوا بسطاء أكثر وما يشلون وايد، ما يفكرون وايد. أدري نمط الحياة أيضا تغير، يعني صارت الأعمال فيها طلبات أكثر، فيها بروجكتات أكثر، صارت التربية أصعب، هذا كله موجود. لكن ما نخلي هذه الأفكار تتملكنا قبل النوم خصوصا، فكروا فيها خلال النهار
ورقة وقلم، هات ورقة وقلم، اكتبوا شو اللي ضايقكم اليوم وجدوا لها حلول، يعني حطوا خطة عمل خلال النهار وخلاص يتسكر الدفتر وما تفكروا، ما تخلونه يتم في عقلكم باطن إلى وقت النوم، عشان وقت النوم هو وقت فعلا السكينة والطمأنينة. أنا الحين راح أطلع فاصل، بعد الفاصل إن شاء الله راح نكمل برنامج صحة وسعادة، ولا تنسوا تتواصلوا معنا، ففاصل وراجعين. صحة وسعادة. ورجعناكم عشان نكمل باقي فقرات برنامجكم برنامج صحة وسعادة. أذكركم بأرقام التواصل على 600-551-414 ورسائل النصية على 4006. قبل ما أخذ فقرة تغذوية أحبائي، الحين برنامج صحة وسعادة التابع لهيئة الصحة بدبي، برنامج البث المباشر خلص، ف نطرشوا ملاحظاتكم، ما شاء الله موجودين منسقين ويحاولون ياخذون الملاحظات طرشونها حتى بعد انتهاء البرنامج، ما شاء الله ما يقصرون، لكن عشان ما يتم نسيان شيء من الملاحظات، لان ملاحظاتكم كلها مهمه، فالتزم بوقت برنامج البث المباشر، ومن الساعه 10:07 يبتدي برنامج صحه وسعاده. فوجب التنويه، الحين بناخذ اخصائيه التغذيه عفاف جمعه بتكلمنا عن ارتفاع درجة حرارة الجسم والغذاء. ما شاء الله الصيف دش وفجأة ما شفنا غير درجة الحرارة نطت من 30 وصلنا 48، كيف ما أدري. خلنا نشوف الحين شو نسوي في مواجهة درجة الحرارة العالية هذه، وأيضا درجة الحرارة تأثر على الغذاء. فصباح الورد يا عفاف. صباح الورد، حياكم الله، نرحب بالمستمعين وياكم أخصائية التغذية عفاف شمعة من مستشفى دبي. حبيت بس أوضح موضوعنا اليوم عن الحمى، ارتفاع درجات الحرارة والتغذية المناسبة دكتورة ندى. مع الحمى فقط. يلا إذا كان في وقت نعرج أيضا شو نسوي مع الحر، يعني شو نشرب شو ناكل. بداية بتكلم عن تعرفون التغيرات التغذوية المصاحبة لارتفاع درجة حرارة الجسم. في تغيرين، هو التغير الأول هو ازدياد معدل الحرق بنسبة 10 إلى 13% لكل ارتفاع درجة الحرارة، وهو يؤدي إلى فقد وحرق العناصر الغذائية التي يختزنها الجسم بداخله. بالإضافة إلى التغير الثاني هو عملية هدم البروتين، فكلما ارتفعت درجة حرارة الجسم للأشخاص المصابين بالحمى تصل إلى هدم البروتين يصل إلى ضعف أو 3 أضعاف الكمية المستهلكة في حالات الصحة. لذلك يعني نحن في نصائح للمستمعين وبعد نصائح للمصابين بارتفاع في درجة الحرارة. أول نصيحة نتقدم فيها ننصحهم بتناول الأطعمة الغنية بالمياه في فترة النهار تحديدا. هناك الأطعمة الغنية بالمياه نعرفها، وهي بعد الأطعمة المناسبة لفترة الصيف مثل الخيار، البطيخ، الفراولة، الشمام، الدراق، المشمش، لأنها تعتبر مصدرا مهم لتزويد الجسم بالسوائل، بالإضافة لإحتواء على الفيتامينات والمعادن مثل الصوديوم والفوسفور والبوتاسيوم. عندما يكون درجة حرارة الجسم وايد عالية والإنسان مصاب بالحمى وارتفاع درجات الحرارة، فقد الأملاح الناتجة تكون وايد كبيرة، فهاي الأطعمة تعزز من هالفقد وتمد الجسم وتحافظ على درجة الحرارة الطبيعية. بالإضافة أخذت ندى في الخضروات الغنية بالألياف، ونحن نحاول أن ننصحهم بتناول هاي الخضروات الغنية بالألياف، لأن المريض بعد يكون يعني حسب المريض يعني يقل استهلاكه للأطعمة والألياف، الأطعمة الغنية بالألياف لأنها تحتوي على نسبة عالية من الكالسيوم، والكالسيوم نعرفه أنه ينظم حرارة الجسم الداخلية، كما يحتوي على كمية كبيرة من المياه. شو هاي الأطعمة الغنية بالألياف؟ مثل الجزر، السبانخ، الكوسة، البروكلي، الملفوف، فهاي لازم يعني تحتويها مثلا طبق من السلطة أو عصير الجزر ممكن نشربه أو نتناوله. آخر نصيحة بننصحها هي الحبوب الكاملة. الحبوب الكاملة الموجودة بالشوفان والذرة تحتوي على نسبة عالية من المغنيسيوم، والمغنيسيوم يلعب دور منظم لحرارة الجسم ويساعد على استرخاء الخلايا العصبية.
ممتاز. هذا بالنسبة اللي عندهم حمى، ما شاء الله الحين بعد موسم مع تغيرات الجو والناس تين العيادة فيها حمى فيها زكام، فإن شاء الله هالنصايح يستفيدون منها. لما تكون المريض عنده حمى أستاذ عفاف، هل لازم يكثر الماء اللي يشربه؟ طبعا لما يكون إنسان مريض تلاقينا ما له خاطر يحس الماء يلوع كبده، فشو ممكن يستبدله بدائل عشان بعده يتم جسمه مرطب وما يدخل في الجفاف؟ هناك كثير من العصائر مثل الفراولة اللي تحتوي على الفيتامين سي، عصائر البرتقال كذلك، هاي البطيخ، اليحل مثل ما نقول، الشمام، هاي الأشياء يعني ممكن إن يعني ما نقدر يعني الماء شيء أساسي، بس في منهم مثل ما أنت قلتي ما يقدرون يتقبلون شرب كميات كبيرة أكثر عن لترين من الماء أو 8 أكواب من الماء، فننصحهم بشرب العصائر اللي تحتوي على الماء مثل الفراولة مثل ما قلنا، البطيخ، الياحل، الشمام، البرتقال. صحيح، فهذا عشان تعوض شوية الماء، لأن دائما مع الحرارة نخاف دائما من الجفاف. هي الجفاف والتعرق كمان عن طريق التعرق يستوي فقد وايد للسوائل، وبعد المعادن اللي هي اللي تحتويها مثل الصوديوم والفوسفور وهاي الأشياء اللي بالجسم، ونخاف على إن هاي الأعراض صاحبها أعراض كمان بعد كبيرة مثل الإصابة بأمراض الكلى وغيرها. صحيح. بما نتكلم عن حرارة الجسم، الحين ما شاء الله حرارة الجو ما شاء الله دخلنا، أحس إن رسميا دخلنا الصيف، هذا ما يعتبر ربيع أو خريف، هذا الصيف ما شاء الله دهش الحرارة توصل 48 الحين ما شاء الله في الشمس. فشو نصايحك بالنسبة للأكل، وجبات مثلا ممكن واحد يبتعد عنها، شرب المياه، تناول مثلا مشروبات مثلجة عشان الجو بارد، فشو نصايح العامة نعطيها للناس عشان تحافظ على صحتها مع الصيف؟ بعد يعني أهم نصائح، أولا لازم المحافظة يعني أن ناكل طعام صحي، ويفضل أن يتم إعداده في البيت مو بالمطاعم، يعني يفضل قدر الإمكان هي أن يكون الأكل الصحي متوازن يحتوي على كمية عالية من السوائل والفيتامينات اللي موجودة في العصائر. نبتعد قليلا عن الأطعمة الدسمة لأنها تشعرنا بالعطش وبالجفاف. بعد نزيد من كمية الاعتدال في تناول كمية البروتين، الأغذية المحتوية على البروتين، زيادة في تناول الخضروات مثل الخيار، الخس، هاي فيها كمية سوائل وكمية مياه وايد عالية، وبالإضافة إلى الفيتامينات اللي تمد الجسم. ممتاز. الابتعاد عن المشروبات الغازية، يفضل هي تناول أو شرب العصائر. ممتاز. طبعا بالنسبة للعصائر، ناس طبعا مع الصيف تتميل كثير للعصائر، تكون مثلا هاي عصير الطبقات اللي يشربونه في 10 أنواع فواكه وفي آيس كريم داخله، هذا كله غنية بالسعرات الحرارية، فأتوقع أنه ممكن تضر الجسم أكثر من تفيده. طبعا لأنها تحتوي على كميات عالية من السكر، والسكر يحتاج بعد شرب مياه كميات كافية من المياه. صحيح. فنحن دائما نفضل مثل ما قلنا أن ناكل غذاء صحي متوازن بجميع العناصر الغذائية، سواء كانت سكريات ولا بروتين ولا نشويات ولا ألياف. فالاعتدال دائما هو اللي نحن نطلبه من مستمعينا. ممتاز. شكرا لك أخصائية التغذية عفاف جمعة، هذه المداخلة الجميلة عن الحمى وارتفاع درجة حرارة الجو والتغذية المناسبة لهم. شكرا لك ونهارك سعيد. حياكم الله. الله يحييك. طبعا مثل ما قالت أخصائية التغذية عفاف جمعة، الحين ما شاء الله مع الصيف دائما ارتفاع درجة الحرارة، وإحنا ما شاء الله جونا يكون جدا 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 حار. أدري الناس كثير منهم يحبون يطلبون من برا، ومثل ما قالت نحاول نتفادى الأكل من برا لسبب بسيط، لأن ارتفاع درجة حرارة الجو إذا خلينا الأكل خارج الثلاجة بسهولة تتكاثر فيه البكتيريا اللي تسبب النزلات المعوية اللي هي الإسهال تكرمون والترجيع وغيره. إذا أنتوا من النوع مثلا حابين تغيرون أكل البيت تطلبون من برا، طبعا الأكل من برا هذا تلاقوه ما شاء الله مترسيكل ما دليفري أكثر من السيارة في الشارع، الناس كلها تحب تطلب من برا، وما أدري منو ما أدري منو يأكل في البيت، أحس الأمهات حليلهم يشدون شعرهم وأنا أول وحدة، ما حد يعيب أكل البيت، كل حد يبي يطلب من برا. لكن إذا حبيت تطلبون من برا، بعض الأشياء حاولوا ما تطلبونها من برا، مثلا الأشياء السلطات اللي فيها المايونيز،
هذه أخطر أشياء ممكن تطلبونها. ونصيحة، إذا رحتوا مطعم ولقيتوا يسمونه السلطة بار أو البوفيه مال السلطة، لا تأخذون أي شيء، أي سلطة فيها مايونيز. شوفوا معنا المطعم يكون بارد، وهل الصحون السلطة مالت البوفيه يكون تحتها بالعادة ثلج، لكن لا تتناولونها خلال الصيف. ليش؟ البكتيريا تعشق المايونيز، المايونيز فيه بيض، نسبة بيض عالية. طبعا المايونيز عبارة عن بيض وزبد، هو المكونين الأساسية ماله. امتنعوا امتناعا تاما عن هالسلطات. تبون سلطة فيها مايونيز، معنا طبعا غنية بالسعرات الحرارية، بس إذا أنتوا قلبكم يحبه وحابين تاكلونه سووها في البيت. المايونيز يكون في الثلاجة، تسوون السلطة وتنحط في الثلاجة، ممنوع المايونيز ينحط برا. حتى لو تقولون والله المطبخ بارد المكيف شغال، بسهولة أكثر حالات التسممات الغذائية تي من سلطات المايونيز، فابتعدوا عنها تماما. هذا رقم واحد. رقم اثنين، حاسبوا جدا من العيش الأبيض. ليش؟ العيش الأبيض بالعادة ينغرف وينحط حتى في المطاعم ترى، عكس العيش اللي يكون مسويه مع برياني وغيره، لا يكون في الجدور يعني محطوط، ما يحطونه برا. بس العيش الأبيض الناس بالعادة تستسهل، لأن مثل ما نقول ما في قدام، ما في دياي، ما في لحم، فيقول بس عيش يعني، فما بيخترم. العيش تتكاثر فيه البكتيريا بسهولة من يعاد تسخينه مرة ثانية، ومن تنخفض درجة حرارته. يعني أنا لو هو حار حطيته برا في درجة حرارة عادية، تتكاثر فيه البكتيريا بسهولة، والمشكلة ما تطعمون أي تغيير في العيش، فالعيش قصدي طبعا الرز الأبيض. فحاولوا هالأشياء، قللون أنكم تأخذونها من المطاعم فترة الصيف. وطبعا اللحوم النيئة اللي الناس تحب تأكل، الكبة النية، السوشي، الربعة، وهذا حاسبوا جدا 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 في الصيف، لأن المطاعم بالعادة ما توصل كلها بدراجات، والدراجات ما فيها مكيفات. حتى لو حطوا لكم في هذه الشنط الباردة، لكن الشنط الباردة ما تكفي من وجهة نظري أنها تحافظ على درجة الحرارة، خصوصا ما شاء الله في هالشمس تضرب على هالموترسيكل، هو واقف عند الإشارة، كم من إشارة لما يوصل عندكم. فحاولوا شوية تتجنبون هالأشياء. الأشياء الباجية سموا برحمن وكلوا، لكن المايونيز، العيش الأبيض، واللحوم النيئة يفضل تحاولون ما تطلبونها إلا لو مطعم متوثقين منه، مطعم معروف. طبعا مطعم معروف لأنه طبعا توصل الأكل بطريقة سليمة، الشنط تكون مبردة فعلا، ممكن يكون حاطين داخل ثلج عشان ما تتكاثر البكتيريا في اللحوم النيئة، السوشي، السمك وغيره. فبس نحاسب هالثلاث أشياء، وغير هذا أكل البيت طبعا ألذ وأنظف، مثل ما تقول أمي، أحلى وأنظف وأحسن وأرخص. لكن مع هذا واحد يشتهي يأكل أحيانا من الخارج، لكن نختار شو بناكل مع ارتفاع درجات الحرارة عشان ما نمرض، لا سمح الله ما تيجي نزلات معوية، ونزلات المعوية تكون شديدة وتسوي تعب، والناس ما تبغى تتحرك، وتكرم الترجيع والإسهال، ويكون مزعج شوية الإحساس. فعشان شي نختار شو بنطلب من برا. احنا الحين راح نطلع إن شاء الله فاصل، بعد الفاصل إن شاء الله راح نكمل برنامجكم، برنامج صحة وسعادة. صحة وسعادة. ورجعنا لكم عشان نكمل باقي فقرات برنامجكم، برنامج صحة وسعادة. نذكركم أرقام التواصل 600-551414، والرسائل النصية على 4006. حقق القطاع الصحي في دبي نموا لافتا خلال السنوات الأخيرة على مستوى المنشآت الطبية، التي وصل عددها إلى 3371 مستشفى ومركزا وعيادة حتى العام الجاري، بمعدل نمو بلغ 33%، يعمل بها 38,981 مهني صحي، بينهم 10,556 طبيبا، فيما وصل عدد المترددين على المستشفيات والمراكز الحكومية 1,813,000 تقريبا، والخاصة 7,897,000 تقريبا متعامل خلال 2018. في الوقت نفسه حققت عوائد السياحة الصحية 1,163,000,000 مليون درهم العام الماضي. شهد القطاع نفسه ارتفاعا ملحوظا في معدلات الاعتمادات الدولية لمجمل المنشآت الصحية الحكومية منها والخاصة، التي وصلت إلى 97% في تقدم واضح نحو الهدف الوطني الذي يقضي بأن تكون جميع المنشآت معتمدة بنسبة 100% بحلول عام 2021.
وهذا كله طبعا يخدمه بشكل مباشر هدف طبيب لكل مواطن. حول هذا الهدف الاستراتيجي والجهود الكبيرة اللي تبذلها هيئة الصحة لتحقيق هدف طبيب لكل مواطن يدور حديثنا اليوم مع الدكتور مروان الملا، المدير التنفيذي لقطاع التنظيم الصحي في هيئة الصحة بدبي ورئيس اللجنة الفنية لتنفيذ البند الخامس من وثيقة 50 طبيب لكل مواطن. صباحك وردي دكتور مروان. يا هلا، صباح النور. اهلا فيك وشكرا لك وجودك معنا اليوم، كان ودنا تكون معنا في الاستوديو ولكن نقدر مشاغلك فناخذك ان شاء الله اليوم عن طريق الهاتف. ان شاء الله المره الجايه بكون معاكم ان شاء الله. دكتور مروان، دكتور مروان، نتكلم اول شيء الى مدى تدعم القدرات التي يمتلكها القطاع الصحي سواء كان حكومي او خاص هذا الهدف. او شيء خلينا نتكلم شو هو هذا البند الخامس بموثيقه 50 طبيب لكل مواطن، بعدين نتكلم عن القدرات الموجوده لتدعم هذا الهدف. نعم، وثيقة 50 اللي أطلقها صاحب سمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، هو يعني البند الخامس هو طبيب لكل مواطن، يقول أن سنعمل على توفير استشارات الطبية للمواطنين على مدار الساعة وطيلة أيام الأسبوع من قبل مئات الآلاف من الأطباء والأخصائيين والمستشارين المتخصصين من جميع بلدان العالم، وذلك من خلال شركة تخصصية عبر تطبيقات الحكومة الذكية. هدفنا تغيير المنظومة الطبية لتقريب الأطباء وتعميق الوعي واستخدام أفضل العقول الطبية عالميا في خدمة مواطنينا. فنحن في هيئة الصحة اشتغلنا على المشروع الطموح، بدينا في المرحلة الأولى اللي إن شاء الله راح نطلقها، يعني تكون يعني فعالة شهر سبتمبر 2019، وقمنا في أكثر من خطوة في هذا المجال. أول خطوة اللي هي تحديث التشريعات لخدمات الرعاية الصحية عن بعد. يعني الحين نحن عندنا في القطاع الصحي عندنا حوالي 9 مراكز تقدم خدمات الرعاية الصحية عن بعد. نحن الحين في شهر 9 إن شاء الله في هيئة الصحة نحن راح نقوم بتقديم هذه الخدمة. كيف راح نحدث التشريعات؟ التشريعات الحالية يعني ما تسمح للمريض أو للطبيب بصرف الأدوية للمريض عن طريق يعني خدمات رعية صحية عن بعد، سواء على التليفون أو عن طريق أبليكيشن فيديو كونفرنس. فنحن راح نحدث هذا الشيء وراح نسمح بهذا الشيء وفق معايير معينة، يعني في بعض الأدوية راح نسمح فيها، في بعض الأدوية إلا مثلا الأدوية المخدرة والمراقبة أو حتى المضادات الحيوية ما راح نسمح فيها، لأن هذه يعني مجالها تكون في العيادات والمستشفيات. زين، فالمريض يقدر يتواصل مع هذا الرقم اللي بيكون نفس رقم هيئة الصحة 800 دي تشي 800342، زين، أو عن طريق تطبيق هيئة الصحة الموجود في سواء على أبل أو الأندرويد. زين، ويقدر يختار إذا كان فيديو كونفرنس يعني صوت وصورة أو بس صورة. زين، فالمريض يعني إذا عنده أي استشارة، إذا يعني مثلا إذا كان عنده مرض مثل السكري أو الضغط وعنده استفسار بسيط ما يبى يسأل ما يبى يمر العيادة، يقدر عن طريق هذا البرنامج يعني يستفيد من الخدمات. إذا أدوية تجريبة تخلص يقدر نفس الشيء يطلب هذه الأدوية ونقدر نوصلها إياها البيت. زين، أو يمر على أي مركز طبي قريب عنا ويستلم الأدوية. فهذا المرحلة الأولى. المرحلة الثانية إن شاء الله راح نفتح المجال إنه يكون مع مثل ما قال اسمه الشيخ محمد بن راشد مع مئات الآلاف من الأطباء والأخصائيين في كل العالم. يعني ما اسمه بس الأطباء الموجودين عندنا، ونحن راح إن شاء الله يعني نتعاون مع شركات استشارية عندهم خبرات في هذا المجال تدعيم يعني يعطونا الدعم من خلال الأدلة الكلينيكية والبروتوكولات الطبية وكذلك الدعم من ناحية الأنظمة الإلكترونية. فيعني خصوصا في الخدمات الرعاية الصحية عن بعد يبالى تدريب أكثر عن التدريب العادي. إذن لأن في العادة الدكتور يفحص على المريض، المريض يكون موجود قدامه أو أمامه يعني. هذا لا، كيف يقدر يفحص بالوسائل المتاحة على المريض عن بعد يعني. ممتاز. دكتور مروان، شو الخدمات اللي بيقدر المواطن أو المتعامل يحصل عليها عن طريق هذه الطبيب لكل مواطن؟ يعني إذا قلنا الـ 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 يعني مثلاً استشارة، بيحصل استشارة كاملة، استشارات الوصفات الطبية. زين، إذا في استشارة مثلا يعني
تعديل جرعة الدواء. نعم. زين إذا المريض ما طبعا المريض يعني مثلا مريض السكري إذا كان السكر عنده مرتفع وهذا صحيح. يمكن يعني يحتاج إنه يستشير الطبيب قبل ما يغير الجرعة. زين ويعني يكون سهولة الوصول للخدمات الطبية. نعم. إن المريض مو بشرط إنه يجي العيادة أو المستشفى حتى يأخذ على الخدمات الطبية. ممتاز. أيوه. دكتور مروان، كيف يدعم قطاع التنظيم الصحي هذه المبادرة؟ كيف بتدعمونها؟ طبعا نحن ندعمها بتحديث التشريعات الطبية، زين بوضع معايير يعني لهذه الخدمات الطبية والسياسات اللي تدعم التطبيق، فسواء كانت مثلا السماح للأطباء بصرف الأدوية وفق ضوابط معينة أو حتى يعني نحط معايير مثل إرشادية أكثر للأطباء حتى يستفيدوا منها في تقديم هذه الخدمات. مثل ما قلت نحن يعني عندنا في دبي الحين من القطاع الخاص حوالي 7 أو 8 مراكز تقدم هذه الخدمة الحالية اليوم. نعم. جميل. دكتور مروان، شو هي الجهات الداعمة بتكون تدعم الهيئة لتحقيق هدف طبيب لكل مواطن، وهمية وجود مثل هذا الدعم سواء من داخل الهيئة أو من خارجها لتحقيق هذا البند الخامس؟ طبعا الجهات الداعمة من الدوائر المحلية في حكومة دبي، سواء كان مكتب دبي الذكية، سلطة مدينة دبي الطبية، مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، واللجنة العليا للتشريعات اللي دورها كبير يعني نتخلص التشريعات المطلوبة، والدفاع المدني بعد. هذه الجهات كلها يعني متعاونة معانا، وطبعا نحن عندنا التعاون دائما بعد مع وزارة الصحة ووقاية المجتمع يعني بشكل عام. ممتاز. دكتور مروان، في الهيلث تشين اللي نظمتها الهيئة برعاية وحضور سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، أطلقتوا مبادرة دبي healthbooking.com. شو هذه المبادرة وكيف تخدم مبادرة طبيب لكل مواطن؟ دبي هيلث بوكينج هو برنامج إلكتروني، هو موقع إلكتروني أو أبليكيشن واحد يقدر ينزله عن طريق الأبل ستور. نعم. أو الأندرويد. هذا مثل ما الواحد اليوم يبغي يحجز فندق يروح على booking.com أو hotel.com، هذا نفس الشيء بالنسبة للحجوزات للخدمات الطبية في إمارة دبي سواء كان قطاع حكومي أو قطاع خاص، فالمريض يقدر يروح على الموقع هذا ويحجز طبيب وتخصص معين، سواء كان عنده طبيب معين بذاته أو تخصص يعني يقدر يختار ويشوف الموعد اللي يناسبه ويحجز الموعد، وبعدين حتى إذا صار له ظرف ولا يبغي يأجل أو يغير التاريخ أو الوقت بعد يقدر يدخل ويغير التاريخ حسب اللي يناسبه يعني. فهذه المبادرة جدا جميلة، ويعني احنا شفنا حتى كثير من الاتصالات اللي كانت تجي لنا على موقع على مركز الاتصال انه كان بخصوص تغيير مواعيد. نعم. قلنا بدل ما المريض يتصل على 800 DHA ويطلب تغيير موعد يقدر بكل سهولة يدخل على الابليكيشن وهو بروح يغير الموعد ويحصل الكونفرميشن على طول في نفس الوقت يعني. ممتاز. يعني هذا التطبيق بيساعد الناس انها تحجز مواعيدها وتغير مواعيدها من غير ما يضطرون يتصلون. صحيح صحيح. فقط عن طريق التطبيق. عن طريق التطبيق. الوسائل الثانيه المتاحه من قبل بعدها موجوده، بتكون موجوده هي، بس هذا يكون اسهل يعني عن طريق التطبيق الالكتروني. ويعني احنا في طور ان نضيف الكثير من العيادات ضمنها يكون موجوده في هذه الخدمه يعني. ممتاز. متى تدخل حيز التنفيذ التطبيق؟ التطبيق حيز يعني دخل حيز التنفيذ من موعد إطلاق الشيخ شهر 3 2019، ونحن بس يعني نضيف المستشفيات والعيادات بشكل دوري، كنا نكبر الدائرة أو البطاقة العيادات المشاركة في البرنامج. في النهاية يعني تكون كل العيادات متاحة في البرنامج، المريض يقدر يدخل ويحجز يعني. ممتاز. نتكلم دكتور مروان عن مبادرة شريان، ما هي هالمبادرة وشو الهدف منها وأيضا كيف تخدم طبيب لكل مواطن؟ مبادرة شريان يعني نظام تراخيص إلكتروني موحد يشمل كل الخدمات التراخيص، سواء كان عن خدمات المهنيين الصحيين. نعم. أو المنشآت الصحية أو حتى التفتيش والاختبارات الطبية للمهنيين، وكذلك
الإجازات المرضية. نعم. يعني فهذا كل المنظومة للشريان أن توفر أن المريض أو الطبيب قصدي اليوم يقدر يقدم على طلب الترخيص وهو في بلاده. زين. وإذا احتاج امتحان في بعض الدول نعفيها من الامتحانات، مثلا الشهادات البورد سواء كانت الأمريكي الكندي. نعم. شهادة تسجيل الاختصاص من بريطانيا. في دول نعفيها من الاختبار، وفي دول أو شهادات لا يحتاجون اختبار. فنحن عندنا عقد مع شركة اختبارات دولية متواجدة في كل أنحاء العالم، إذا الطبيب يحتاج يدخل امتحان يسجل عن طريق النظام الإلكتروني. ونحن راح نوثق من هذه الشهادات، يعني نحن مو بس نعتمد على السكان دوكيمنت أو الشهادات اللي حاطينها في النظام، نحن نتأكد من المصدر الأساسي من أن هذه الشهادات صحيحة. بعد ما تأكدنا أن الشهادات صحيحة والخبرات صحيحة وما في عليه أي شكاوي في بلاده، يقدر يتقدم على الامتحان ويحجز الامتحان ويدخل الامتحان في دولته. وطبعا هناك حتى في يعني منظومه للتاكد من ان هذا الشخص هو نفسه صاحب الشهاده، يعني في يعني منظومه يعني ذات اعتماد دولي انه ما في اي حد يقدر يدخل الا بالوثائق الاصليه للتاكد ان هذا هو الشخص نفسه يستحق يدخل الامتحان. بعد ما يخلص الخطوات هذه كلها يقدر ياخذ الترخيص ويعني دبي ويترخص على طول. ونحن دخلنا منظومة جديدة بعد في هذا البرنامج، سجل دبي الطبي. نعم. يعني مثل الريجستر في بريطانيا. زين. ان الطبيب حتى لو يعني ترك لفترة معينة مثلا الخدمة في دبي او العمل في دبي، يقدر يخلي التسجيل في نظام شريان شغال اوكي، حتى لما مرة ثانية يبغى يرجع ويشتغل في دبي يكون بكل سهولة، مجرد يحط شهادة خبرة وانه ما عليه اي مشكلة في بلاده، شهادة التسجيل المهنية، ويترخص على طول. يعني يسوونه اكتيفيشن او تفعيل التفعيل. نعم. التفعيل للشهاده. فهذه كل المنظومه يعني تفيد طبعا مشروع طبيب لكل مواطن. يعني في المرحله الثانيه لما نضيف الالاف من او مئات الالاف من الاطباء يكونون مسجلين هم في بلادهم، مسجلين في نظام الشريان، ويقدرون يقدمون خدمات لانهم يعتبرون مرخصين في هيئه الصحه. صحيح. الدكتور مروان، هاي مبادرة الهدف طبيب لكل مواطن، مثل ما تفضلت أنت، هو عبارة بيكون القطاع الحكومي والقطاع الخاص بيكون مشتركين فيه، فشو الدعم أو شو دور القطاع الخاص بيكون لتحقيق هدف الطبيب لكل مواطن؟ القطاع الخاص يعني في بعض المنشآت الصحية عندهم خبرة في هذا المشروع ومرخصين من كم سنة. صحيح. ويعني راح نحن أطلقنا مناقصتين، نحن الحين في طور المناقصة يعني ومناقشة عروض الشركات. زين. واختيار الشركة المناسبة أن نتعاون معها لتقديم الدعم، سواء كان الدعم الكلينيكي، البروتوكولات الطبية لخدمات الرعاية الصحية عن بعد، وكذلك تدريب الطاقم الطبي على منظومة الرعاية الصحية عن بعد. ممتاز. وبعد في نفس الوقت بعد بيكون عندنا مناقصة ثانية لتطوير الأنظمة الإلكترونية، سواء كان الفيديو كونفرنس الصوت والصورة أو يعني الدعم التقني في هذا الموضوع. ممتاز. كلمة أخيرة حاب تشاركنا فيها دكتور مروان في نهاية اللقاء. نحن إن شاء الله بعد من أهدافنا أن يعني راح نربط النظام الإلكتروني مالنا بالأجهزة الطبية للمريض. يعني إذا مريض سكري عنده جهاز سكر مثل ما نسميه إنترنت الأشياء، إنترنت أوف ثينجز، يكون يعني المريض بنفس الجهاز يأخذ يعني مقياس السكر في الدم أوكي بشكل دوري، وهذا المقياس المعلومات كلها تروح تكون موجودة عندنا في نظامنا نحن، فحتى لما بعدين يتصل أو يطلب استشارة كل هالمعلومات تكون موجودة في ملفه، يسهل على الطبيب اعطاء النصيحه اللازمه، ويشوف مثلا يعني في ناحيه المريض السكري هل كنترول السكر او يعني السكر في يعني النطاق المطلوب او يحتاج يعني اعاده يعني زياره جرعات الادويه اللي ياخذها. ممتاز.
يعطيكم ألف عافية دكتور مروان الملا، المدير التنفيذي لقطاع التنظيم الصحي في هيئة الصحة بدبي، ورئيس اللجنة الفنية لتنفيذ البند الخامس وثيقة 50 طبيب لكل مواطن. يعطيكم ألف عافية، وإن شاء الله من نجاح إلى النجاح، ونتريا إن شاء الله طبيب لكل مواطن يتطبق وتطلع معنا إن شاء الله، تكون معنا في الاستوديو وتخبرنا عن إطلاقه، وعشان إن شاء الله المتعاملين يستخدمونه، وكل التوفيق لكم إن شاء الله. إن شاء الله. شكرا. شكرا لك دكتور مروان، نهارك سعيد. شكرا. ما شاء الله طبعا هيئة الصحة ما شاء الله تقفز قفزات كبيرة لتحقيق رغد العيش من الناحية الصحية. يعني رغد العيش مو بس الحمد لله يكون عندي بيت وراتب زين، لكن حتى جزء من رغد العيش أو من راحة العيش أن واحد يكون عنده خدمات صحية متطورة، خدمات صحية توصلك وين ما تكون. كل شيء يوصل الحين عندنا البيت، يعني كل بضغطة زر يتصل كل الخدمات، ما صرنا نضطر نطلع من بيوتنا. الحمد لله الحمد لله، أو شعر نعمة الأمن والأمان، إحنا عندنا كل هالأمن الموجود عندنا والأمان والخير. أيضا لا مانع من أن خدماتنا الصحية أيضا تصل لنا للمنزل، في كثير من الخدمات ممكن توصلك مكان ما أنت تكون موجود، كنت في البيت، كنت في الدوام، كنت في الكوفي شوب، وين ما تحب توصلك خدمات صحية. طبعا خدمات الصحية ما نتوقع أنها بتنتقل 100% إلكترونيا وما في داعي العيادة، لا طبعا، لأن في النهاية كثير من الحالات لازم تي العيادة، الدكتور لازم يفحصك حفاظا على صحة المريض، مو بعشان احنا نقولك والله تعال العيادة ونتعبك ودور باركينج وتنزل، لكن لحماية صحتك وحفاظا على حياتكم. فان شاء الله ان شاء الله كل التوفيق لهالمبادرات الجميلة اللي تطلقها هيئة الصحة بدبي، ومن نجاح لنجاح ان شاء الله. وعلى ما شاء الله مدى السنوات شفتوا القفزات اللي قاعد نقفزها، ملف الطب الالكتروني سلامة، تطبيق ماي تشارت، الحين طبيب لكل مواطن ان شاء الله بيطبق، هيلث دبي هيلث بوكينج، حجز المواعيد والغاء المواعيد، كل هذه التطورات في القطاع الصحي. وان شاء الله المزيد قادم، يعني هذا غيظ من فيض مثل ما يقولون. بعدنا احنا بعد هيئة الصحة لم تكشف كل اوراقها مثل ما يقولون، ما طلعت كل الابداع اللي عندها، ما زال الكثير لياتي ان شاء الله. ف الله ان شاء الله يقويهم القائمين على مثل هذه المشاريع، لان هذه المشاريع ضخمه مو بسهله، يعني ما تكون بين ليله وضحاها مثل ما يقولون، تحتاج عقول مدبره، تحتاج ابتكار، تحتاج إبداع، تحتاج تخطيط، ليه ما تطلع إلى حيز التنفيذ وتشوفونها يكون خلفها مئات الألوف من الجنود المجهولين والوقت والجهد والليالي الطويلة والسهر عشان يطلع بالشكل اللي يليق فيكم. فيعطيهم ألف عافية. احنا وصلنا نهاية برنامجنا اليوم، شكرا لك يا أيمن سرحي، وشكرا لك يا نجات. وكانت هذه محدثتكم دكتورة ندى الملا، كنت معكم تقريبا على مدى ساعة الهواء، إن شاء الله كانت خفيفة عليكم. إلى أن ألقاكم إن شاء الله بالحياة الأسبوع الجاي يوم الثلاثاء، أقول لكم دمتم بصحة وسعادة. صحة وسعادة بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي.